تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى يوم 26 من أغسطس الحالي تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، أرحب بك، وضعنا في الجديد هذا اليوم. بعد تحية ومن العالمين الجديدة تحياتي إليك وإلى كل المشاهدين. كان لدينا أسبوع كبير ومميز، وأسبوع ملؤه الترفيه والفرحة والإمتاع، حضره كثير من الجمهور من المصريين ومن الأشقاء العرب ومن جنسيات كثيرة حضرت لمتابعة فعاليات هذا المهرجان لهذا الأسبوع. بدأت فعاليات هذا الأسبوع أو الأسبوع المنقضي في يوم الخميس بحفل كبير للفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم، تلافي اليوم التالي يوم الجمعة أمسية غنائية جميلة للفنانين الكبيرين حميد الشاعري والفنان محمد منير. ثم كانت ليلة الختام بالأمس لفعاليات هذا الأسبوع للفنان تامر عاشور والفنانة إليسا. في الحقيقة إذا تحدثنا عن الحضور الجماهيري فأكثر ما يميزه هو تنوعه. لدينا جميع طوائف الشعب المصري هنا، لدينا مصريون ولدينا عرب ولدينا حتى أجانب من غير الناطقين بالعربية يحضرون حتى هذه الحفلات، ويعني ينسجمون مع الموسيقى العربية والغناء حتى لو كانوا لا يفهمون، وهي من الشواهد التي رأيتها بعيني في حفل الأمس وحفل أول أمس الفنان محمد منير، وهو ما يعطي تميزا للموسيقى وللفن المصري والفن العربي بصفة عامة. مهرجان العالم عالمين يتألق في دورته ونسخته الأولى هذا العام، ومن المتوقع بختام فعاليات يوم 26 من الشهر الجاري أن يصل الزائرون له والمتابعون له نحو أكثر من 1 مليون من الزائرين. وبالطبع كانت من اللفتات الجميلة التي أقامتها الشركة المتحدة المنظمة والراعية للمهرجان أنها أقامت شاشات عملاقة للعرض في نطاق الممشى السياحي لتيسير وتوفير رؤية لمن لم يسعفه الحظ في الدخول إلى أرينا العالمين لحضور الحفلات المقامة، أو يعني لم يستطع شراء تذكرة للحضور، أو الزحام منعه، أو وصل متأخرا، أو إلى آخره. الجميع كان يشاهد والجميع كان في قلب الحدث، ومن خلال سماعات صوتية رائعة وعملاقة كانت تغطي الممشى السياحي كله بالأمس. أمسيات كانت رائعة ومستمرة حتى يوم 26 من أغسطس الجاري في العالم عالمين، في يعني مهرجان عظيم ورائع يدشن لحقبة سياحية جديدة على أرض العالمين في مصر. شكرا لك زميلي باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة.